ألو، كيف حالك؟ شو أخبارك؟ والله حلو كتير. طيب شو في ما في؟ اسمعي لحظة شوي، بحكي معك بعدين. في حدا بدق الباب. لحظة طيب، يلا باي. خش. يما انت هون؟ كيفك يما؟ هيك بتدخل البيت من غير ما تسلم علي؟ معلش يا حجة، كنت تعبان شوي وبدي أرتاح. يعطيك العافية يما، بس صدقني إني مشتاق لك. خلص يما، بكرة بأخذ إجازة من الشغل وبقعد في خلقتك، هيك أحسن؟ طب يما، بصير أطلب منك خدمة؟ خير يا حجة. يما بكرة عندي موعد مع الدكتور عشان السكري، وما في حدا يوصلني. طب ليه ما تخلي معتصم يوصلك؟ يما بتعرف أخوك عنده امتحانات وقاعد بدرس. لا عليك يما، بالله عليك، يعني أنا اللي صرت فاضي أشغال وحضرة جناب معتصم هو اللي مشغول. بصراحة يا حجة، أنا بكرة عندي موعد مع زبون مهم بالشغل وما بقدر ألغي. الله بعينك، دبري حالك. لا يما، شغلك أهم. بدبر حالي. طب اتعشيت يما؟ محضرة لك الأكل من قبل ساعتين. لا ما بدي يا حجة، مش جعان، أكلت برا. خلاص يا حجة، تعبان وبدي أنام. شو هذا الصوت اللي فوق؟ هذا عند بيتنا. ولك معتصم، ايش فيه؟ امك ماتت. سامحيني يا أمه، سامحيني يا عزة، ما كان قصدي. سامحيني يا أمه، سامحيني يا أمه. يا عزة مراتي مش بتيرة يا أمه. أخي الكريم، أخت الكريمة، الله سبحانه وتعالى في حد ما أعلم لم يجعل مكانة لشيء لدرجة أنه ربطه بشكل مباشر بعبادته، كما جعل لي موضوع بر الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وفي الوقت نفسه، والأمر العجيب أنه أعظم منهي عنه في ديننا هو الشرك، جعل استثناء عجيبا. الآية المعروفة: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، إيش بعدها؟ وصاحبهما في الدنيا معروفة. تخيل أخي الكريم، أعظم من هي عنه اللي هو الشرك، جعل استثناء أنه إذا كان اللي عندهم المشكلة هم الوالدان، قال وصاحبهما في الدنيا معروفة. والحديث الشهير، النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن من أحق الناس بحسن صحابتي، قال أمه، قال ثم من؟ قال أمه، قال ثم من؟ قال أمك. بعد هذا أخي الكريم، عندك شك على أن المصيبة عظيمة في أن تكون قد ارتكبت هذه الكبيرة في حق أمك؟ لحق حالك، احسبها صح، إن كنت من أولئك الذين اعتدوا على هذه المنطقة الخطيرة في عين الله سبحانه وتعالى، فاذهب واعتذر، قبل الجبين، احضن وقول يا يمه سامحيني. احسبها صح ولحق حالك.